وتأتي إلى بلاد الباكستان، وهو بلد أيضا من شبه القارة الهندية، بلد يتكلم اللغة غير العربية بالمرة، وثقافته بعيدة عن ثقافة العرب بالمرة، وبعيد عن مناطق الوحي. لا هو مكة، لا هي المدينة، ولا هي الكوفة، ولا هي، على أي حال ليست بلاد نزل فيها الوحي وأبناء الوحي وأولياء الوحي وأئمة الوحي، ما في. ولكن تجد الحب العجيب للإسلام والولاء العظيم لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما الذي جعلهم هكذا؟ تذهب إلى وديان وإلى جبال وعرة، بين تلك الجبال قرى ملؤها حب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وعلى كل بيت علم للعباس صلوات الله وسلامه عليه. معجزة؟ ليس كل شيء معجزة يا أخي، هناك عمل، هناك عمل قام به رجال قاموا وعملوا ونشروا وبثوا وروجوا الدين. طبيعة الحال كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل كلمة طيبة كشجرة شنو؟ طيبة أصلها ماذا؟ أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم هكذا. الآن نحن في بلاد المقدسات، بلاد علي والحسين، قريبون إلى مقاماتهم، إلى أضرحتهم، لا نحس بهذه النعمة أصلا. كثير منا طبيعة الحال، لا يزعل البعض أنه لا سيدنا احنا نحس بالنعمة، لا، كثير منا، كثيرون منا لا يحسون بهذه النعمة كما هو دأب الإنسان. تحسون بنعمة الصحة والعافية؟ لا. الصحيح المعافى لا يحس بنعمة الصحة والمعافاة، إذا ما مرض يتمنى الصحة ويطلب الصحة ويشكر الله على الصحة، أما عندما أكون معافى فغافل. لذلك أميرني قال: الصحة تاج، الصحة تاج على رؤوس ماذا؟ الأصحاء، ولكن لا يراه إلا المرضى. أنت لما تروح المريض يقول: نيالك صحتك زينة، نيالك تمشي على رجليك، نيالك السكر مالتك مرتب، نيالك الضغط مالتك موزون. نيالي؟ بس أنا ما أدري هذه عندي، أنا غافل. نحن نعيش بلد الإسلام والوحي والأولياء. هذا مسجد الكوفة، صلى فيه آدم أبو البشر، صلى فيه الصادق سيد المذهب وإمام المسلمين، مسجد السهلة، كل مقام من المقامات مر فيه نبي ووصي وولي. من الذي يتعاهد هذه الأماكن؟ من الذي يلتفت إليها؟ أسأل واحد أقول له: هذه البناية شنو؟ قال: والله ما أدري أخي، هاي بناية مسجد السهلة. قال: عجيب، أنا صار لي 15 سنة ما رايح، هاي بناية جديدة ما شايفها، 15 سنة ما رايح مسجد السهلة. هذا يعني أننا في واقع الحال في كثير من الأحيان نتغافل عن رحمة الله وعن نعم الله علينا، ويتوجه إليها الأبعدون. لما يسمع رجل سيد ابن رسول الله جاء من النجف، يقلبون الدنيا، لا يبقى أحدا في بيته، شنو صاير؟ هذا ريحة النجف فيه، عطر النجف فيه. هذا ولاء، هذا إيمان، هذا وعي. أين نحن منه؟ أين نحن منه؟ من الصباح إلى الليل نسب هذا المعمم ونسب هذا السيد ونتهم ذاك الصالح ونضرب ذلك
مؤمن مشيا وتماشيا مع الهجمة الشرسة ضد الإسلام والمسلمين، وكأنه هي هذه. قلت لأحد الإخوة معي ونحن في تقريبا عند جبال الهملايا في شمال باكستان، وقفت رأيت أولادا من الابتدائية إلى الثانوية يلهجون بذكر الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ويبكون شوقا له. زين، قلت لأحد الإخوة واقف جنبي، اسمحوا لي هذا التعبير، قلت له احنا نصور انفسنا احنا كلش مولانا، احنا الدين واحنا الديانة واحنا الاسلام واحنا الشعائر. شوف دولة بين جبال وديان وناس ضعفاء طيبون، ليسوا ضعفاء يعني بالمعنى انه الاقتصادي، لا، كلهم يزرعون والحمد لله وضعهم زين. شوف تعلقهم باهل البيت مضاعف عن تعلقي وتعلق الكثير ونحن بجنب أهل البيت. سوي لك موكب تتصور أنت متفضل على الله وعلى الرسول وعلى أهل البيت، يا بشنو سوي لي موكب دافع لي ما أدري كم وجبة غذائية. مولانا هناك المحك، هناك المحك أن تكون بعيدا وغريبا وتكون أجنبيا عن كثير من معارف الدين وتكون صلبا مؤمنا متيقنا مدافعا وتربي أولادك على ذلك. إخواني الله يعلم أطفال يتكلمون اللغة، قلت السندية والبنجابية وعلى حال الأردوية، ولكن يقرؤون القرآن كمن يقرأه هنا وفي بلاد الحجاز. شنو اللي علمه؟ شنو اللي دفعه؟ نحن أولادنا هل نهتم بهم بهذا النحو بهذه الطريقة؟ المدارس التي رأيتها، المدارس الأهلية اللي للأسف الشديد أكثر مدارسنا الأهلية الآن همها الفلوس، همها التجارة، إيش قد يدفع؟ حتى لو طفل غير مناسب غير كذا، المهم ما يدفعه. أصبحت المدارس هنا تجارية أكثر مما هي مربية. ورأيت هناك مدارس والله ما أدري شلون أصف بعض الأشياء، يقال عنها تدرك ولا توصف، يفهمها الإنسان من يقدر يوصفها، مدارس أهلية ولكن يربون تربية صالحة مؤمنة، شابات وعلى حال أولاد، فتيات وفتيان، على معارف أهل البيت، على حفظ القرآن، أحاديث أحاديث ما شاء الله. زين، ونحن نتصور بني إحنا أهل الدين وإحنا أهل الإسلام وأهل الملة وما حد حسب تعبيرنا أنه يغلبنا في هذه الأمور. لا أخي، انظر إلى غيرك حتى تعرف قدر نفسك، شقد احنا مقصرين مع اهل البيت، شقد مقصرين مع النبي الاعظم صلى الله عليه واله. اولادنا في العطله الصيفيه اين هم؟ اين هم؟ لو نايمين، لو امام الموبايل، لو امام التلفاز، لو امام افلام الكرتون اللي 99% من افلام الكرتون كلها موجهه ومؤدلجه في زراعه الفساد في اولادنا. ولكن خلي يسكت الطفل، خلي هذا الفيلم خلي يمشي، وهذا كله في واقع الحال خلاف تعاليم الله، خلاف تعاليم الدين. أيها الأحبة، الكلمة الطيبة يمكن أعملها أنا في جروب، يمكن أعملها في كلمة، يمكن أعملها في نصيحة، يمكن أعملها في نشر نشر نشر. ألم تسمعوا أن الإمام صلوات الله وسلامه قال الكلمة الطيبة صدقة؟ يلا تصدقوا يا جماعة، بس الصدقة مو بالفلوس فقط، كلمة طيبة يا شباب يا جماعة، اتقوا الله. ابني هذا وسخ، حبيبي احترم والدك، هذه أمك شوية راعيها، كلمة طيبة بهالمقدار. نحن بكثير من الأحيان على حال نتكابر نتكابر ونتصور أنها قضايا
سهلة وحقيرة وعلى أي حال ما تستاهل الواحد يتكلم عنها أبدا. لا تستصغروا أشياء هي في الواقع قد تكون مؤثرة في تربية الإنسان وتوجيهه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعطينا من البصيرة. أنا أقرأ الآية لأن عندي في الواقع في آخر الآية أكو إشارة هواية مهمة. يقول: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. بعد ما يتكلم هذا الكلام يجي يعبر تعبير هواية مهم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هم انت بالدنيا ان شاء الله على الطريق، وهم بالآخرة شنو؟ على الطريق. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تسمعون انا ما اريد ان شاء الله اخصص كلام، الوقت انتهى، سأخصص كلاما عن الذين يرفعون الكلام الخبيث ويشيعون الكلام الخبيث ويروجون الكلام الخبيث في قنواتهم، في محطاتهم، في إذاعاتهم، ويستهدفون الإسلام، يستهدفون المرجعية، يستهدفون علماء الدين. إن شاء الله تعالى وفقني الله سبحانه وتعالى أن نتكلم عن ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدعو إلى الله ويشيع المعروف ويكون من أهلها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.